روبي وما أدراك ما روبي. طور بالك طور بالك يعني شباب، اظن هاي اللقطة لحالها بتكفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدون مقدمات، اليوم بدك تطلع من هذا الفيديو بتعرف اي خريطة تلعب فيها بروبي، كيف تحترف روبي، وشو اهم مميزات روبي بالفريق. خلوكم معنا يا شباب. حاليا خلوني احكي لكم عن روبي قبل ما يبدا الجيم. روبي يا شباب كثير مفيده انك انت تلعب فيها بشو، بخريطه البيلود ريس. البيلود ريس صديقي، اهم شيء بروبي ان هي شو عندها، عندها هذا الدرع المميز اللي هو السكيل موف تبعيتها. وروبي بتضرب ثلاث ورقات بتضربهم هي، تمام. حلاوتها لروبي يا شباب بهاي الخريطة شو؟ انه بتعمل درع بيخلص الخصم من الضربات تبعيته وبيلغي الخصم كتير. طيب شوف في شي كمان مميز بروبي. روبي شباب مثل ما انتم شايفين هي اكتر تشام بيطول لحتى تطلع الالتيميت موف تبعيته، تمام، اللي هي هاي اللي بتعبى الصفرة، تمام. ولكن لما تطلع كتير سفاحة، كتير 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 سفاحة، كتير مفيدة وممكن تشيل انت فيها تيم كامل، تمام. طيب اي خرائط احنا فينا ممكن نلعبها لروبي صديقي؟ الخرائط المفيدة كتير بتحسن تلعب انت فيها بروبي هي خريطة البيلود ريس. اكتر شي ممكن انك انت تبوش فيه كؤوس بروبي هو خريطة البيلود ريس. طيب شو في شي كمان تاني؟ في خرائط التيم ديس ماتش بس مو المفتوحة. كيف يعني مو المفتوحة؟ يعني في خرائط التيم ديس ماتش اللي هي مثلا مثل الاخطبوط، تمام، او مو يعني اللي هي ميل كروس رود او البريف وولك، اي خرائط تانية مثل هدول فينك انت تلعبها، تمام. ما بنصح فيها كتير لروبي بشو اسمه، ما بنصح فيها لروبي كتير بالكريستال السول الخريطة تبعت الانيرجي كانيون. لا بنصحكم انكم تلعبوا غير خرائط. بالفري فور اول هذا الشيء بيرجع لك صراحة. انا بالفري فور اول ما بحب العب بروبي كتير، تمام، بحب اغير شكل. خلوني حاليا امشي شوي لعندهم اورجيكم كيف الالتيميت موف تبعيتها سفاحة جدا جدا جدا. ولكن الشباب اللي معي ما بخلوا حدا. يلا شوفوا شباب، طالع هاي الماكينة وتضرب على كيفها. طبعا لانه كانوا هون هن الاثنين ما ضربت، يعني ما احسنت اضرب التيم كامل، ولكن هي تطلق الصواريخ والصواريخ هي تلحق الشامب لعند ما هو رايح. فروبي بخريطة البيلود ريس مثل ما انتم شايفين سفاحة كتير، اكتساح بنسبة 80، يعني 82-45، ولسه يعني ما عنا قاعدين عم نلعب كتير، عم نحكي فقط. الخصم كتير ايزي يعني، مع انه كؤوسي 300، ولكن يعني مثل ما انتم شايفين الدرع كتير يفيدك، الدرع كتير يفيدك. وعن قريب روبي خرافية جدا جدا، شوفوا راح احاول اقرب عليهم انا هون. يعني انت تضرب اي شخص 3 ضربات يطلع خالص. روبي يعني روبي كيف احكي لكم، مثلا شلون في هيك في كرة القدم مثلا اندريا بيرلو، تمام، في عندك روبي انت بالفريق. يعني روبي تصنف يعني رائع، يعني من التشامبات اللي انت لازم تشتغل عليها. طبعا ما تنسوا انه كمان روبي كتير مفيدة لما بطلع لنا هون في شيء اسمه الكوين رش، الايفنت اللي بيطلع تبع الكوين رش حتى يعطيك الذهب، تمام. فروبي كتير مفيدة. حاليا راح ادخل العب جيم تيم ديس ماتش بخريطة هاي الاخطبوط مثل ما انتم شايفين، ورغم انه هاي الخريطة ما كتير بتساعد روبي، ولكن معلش راح نشوف كيف روبي راح يكون ادائها. اوكي شباب، حاليا مثل ما انتم شايفين هون الخريطة صايرة على اليمين، هي خريطة فيها شباكين، يعني تقريبا بنقدر نقول ضدنا سكادي ومارك وجبلي وفريقي انا اليتا وسكادي وروبي. وين الحلاوة بالموضوع؟ الحلاوة انك انت تحط هذا الدرع هيك وتبلش تضرب يا معلم، اضرب واسلخ جد العالم، ما في مشكلة. خلص الدرع الاول بتحط درع ثاني.
طبعا هي تانك، يعني حلاوتها انه هي تانك. كيف يعني تانك؟ يعني دمها 7200. طبعا شباب راح احط لكم هلا بخط الفيديو الرابط، تمام، الفيديو اللي هي الصوره اللي راح تطلع لك هون، صوره هيك بتطلع لك هيك على جنب مشان تشوفها تقييم الشخصيات هيك عن يعني الشخصيات السبورت، مين افضل شيء، مين اقوى شيء بالفايترز، مين اقوى شيء بالهيروز. طبعا مثل ما انتم شايفين الجيم كتير رواق وريلاكس، ما في اي مشاكل. في واحد الفيلمات هون يا باطل يا خسر، ايه حطلك زبل. فتحنا الالتي على الفاضي يا عيب الشوم علينا من بين اليوتيوبرية، يا عيب الشوم. شايفين كمية الدامج اللي تصير عن قريب؟ يعني دمه 7200، 10 ضربات بتضرب عن قريب، سفاحة جدا ضربتها تقريبا 2000 عن قريب، والله تشامب خرافي. روبي وما أدراك ما روبي، طول بالك طول بالك. يعني شباب أظن هاي اللقطة لحالها بتكفي انكم انتم تقتنعوا انه روبي تشامب رائع جدا. اول مرة انا اشوف جبلي يفتح التي على تشامب وما يموت، حتى سكادي لما تضربك ما توجعك. 7 كيلات يا شباب، خلونا بعد عنهم، انا مش تيجي اموت. بالله عليك لا تجي، بالله عليك لا تجي. تمام، انت جيت تقتلني من هون؟ اجيت جيت بعد ايه؟ بعد ايه يا حبيبي؟ هذا الدم انت لا تاخده. جاء بالي هيك استفز حدا. يعني خرب الفيديو، اقسم بالله خرب الفيديو مرتين، مرتين صار، مرتين بنفتح التي بروح بخطف. ولكن هذا الشيء بفيد، ليش بفيد؟ عشان تعرفوا يا شباب انه الالتيميت موف تبعي تروبي بدك تعرف ايمت تستخدمه وايمت تحطه وايمت تستعمله. جود باي انت جبل يا حبيبي. جي جي كفو والله. يا شباب مثل ما انتم شايفين اهم شيء بروبي تعرف انا خرائط تلعب فيها، شو المودات اللي انت لازم تلعب فيها، تمام، شو استراتيجية اللعب اللي انت تتبعها، هي انك انت دوم تخلي عينك على الخصم، تمام، وتحاول انك تضربه من بعيد وانت واقف ورا الدرع. الالتيميت موف تبعيتها لازم تشغلها بالوقت الصح، ما تكون هيك مثلي يعني تشغلها مرتين على الفاضي، لانه هي كتير بتطول لحتى تطلع. لهون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، فحط لايك واشتراك، فعل زر الجرس، شوف فيديوهات اللي راح احط لك اياها هون، راح احط لك فيديو تقييم الشامبات انصحك انك انت تشوفه. سلام عليكم.